جمال، ماني داري يعني 19 لقب في ايش هذه؟ في بطولة الدوري والكاس مجموع بطولات الاتحاد؟ لا لا لا، احنا ماخذين شريحة المدربين الثمانية ذولي. صح، عشان الناس تفهم بس. لا مش قاعد اسوي رصد لتاريخ الاتحاد، لا لا ثاني هذا. لا لا انا قصدي انه عشان بطولات الاتحاد كثير اكثر من كذا، 43 بطولة. ماخذين المدربين ذولي، كيف؟ 43 بطولة الاتحاد عنده. 43 بطولة انا عارفها. 43 بطولة. طب انسى الدوري وانسى كاس الملك، ايش في بعد؟ اوه عنده غلط. ايوه عنده غلط يا راجل. المصيف 8 مصيف. دقيقه يا ابو بدر. ايوه لا ما اقول لك، انا ما اقول لك الغيها. إيه بس ما يصير يا اخي، جايب انا ما اتكلم سياره صيني ب 30,000 وحاط معاها يعني سيارات بنص مليون يعني. كلهم سيارات. ليه يعني؟ ليه يعني الانديه الثانيه يعني ما يحاسبوا؟ وهم غلط الثانيه، وهم غلط. يحسبوا دوري وكاس. دوري وكاس خلاص، احسب دوري وكاس، لا تحط ولا بطوله على المستوى المحلي طبعا. ايه حط دوري وكاس واسيا وبطوله عربيه. ايوه ماشي، والخليجيه كمان. والخليجيه وبطوله السوبر. بس سيبك من حكايه التنشيط والصيف. اذا 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 الناس الثانيين اللي حاطين بطولات 50 و54. اي هذه لا طبعا لا مش هم يقولوا. يقولوا هو كل واحد يبغى يقول على كيف. في واحد يقول عندي 17 دوري. ابو بدر كيف ابغى اوصل؟ ابغى اوصل تقول 27. ابغى اوصل معاك ذي شيء كلام ببلاش. البطولات الرسميه اللي هي بطوله الدوري والكاس وكاس ولي العهد اللي كان في السابق صح، وبطوله اسيا والبطوله العربيه والخليجيه وبطولات السوبر. طيب عشان ما نتشعب خليني في جزء. لا 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 هذه هي البطولة عشان الناس يفهم بس. لا احنا هنسوي يوم حلقة عن ممتاز الأندية هذا عشان نحسب ونجيب ممتاز نجيب بعض. شوف يا أبو بدر، أنا المؤرخين ونحسب الموضوع هذا على قد ما نقدر. أنا عايش